يعني دائما سمر عنا مساحة خاصة بالطفل، رح نبدأ صباحنا اليوم بمساحة خاصة للطفولة. رح نتحدث فيها اليوم عن الدمج، دمج الأطفال ذوي الاحتياجات. شو هي التقنية اللي نحن ممكن نستخدمها، وشو التوقيت المناسب أيضا للدمج، وما هي المعايير والاستراتيجيات المطبقة، كيف بتتم عملية التقييم؟ كل هالتفاصيل وكل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا ميسم حصرية، اختصاصية بصعوبات التعلم. كيفك ميسم؟ يسعد صباحكم. صباح الخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك ميسم، واهلا وسهلا فيكي. في البداية خلينا نحكي ونتعرف أكثر على الدمج كمفهوم. الدمج هو خلينا نقول كمفهوم كثير بيصير في عنا التباسات حوله. كثير اشخاص بفكروا انه الدمج بصير باي مرحله، او ممكن يكون هو اي عمليه ممكن تصير بين دمج اطفال ذوي احتياجات خاصه مع اطفال طبيعيين. هذا الشيء خلينا نقول انه هو بمكان او باخر ما هو صح. الدمج في له اماكن، فالدمج كمفهوم نحن بنقول عنه انه هو خطه بتتبع الخطه العلاجيه، بيكون هدفها الارتقاء بالطفل لحاله اجتماعيه افضل وحاله علاجيه افضل. فالدمج كمفهوم هو بينقسم عنا لشقين. اول شيء هو دمج الاطفال الطبيعيين مع الاطفال اللي نحن تمت خططهم العلاجيه، وثاني شيء خلينا نقول انه هو الخطه اللي ممكن الطفل من خلالها يفوت على العالم الثاني اللي كان هو بعيد عنه او اللي كان في عنا ارتباك لحتى يصير مندمج فيه. تماما. يعني ميسم، يمكن من خلال مقدمة حطينا انه في توقيت مناسب لاستخدام اي تقنية. صحيح. وفي استراتيجية عمل دائما بيتم وضعها للحصول على نتائج يمكن افضل ما تكون عشوائية. خلينا نحكي عنها. نحن بنقول على طول انه التوقيت المناسب لدمج طفل التوحد بيكون عنا تقريبا بمنتصف الخطة العلاجية. طبعا ما بصير يكون بتوقيت مفاجئ، يعني اوكي صرنا نحن هلا بمرحلة دمج، فورا بنشيل الطفل بنحطه بالبيئة اللي نحن بدنا ندمجه فيها. كثير بده يكون في عنا خطة صح. اولا رح يكون في عنا شيء اسمه تهيئة او شيء اسمه تمهيد. نبلش نعرف الاطفال انتوا لوين رايحين، رح تندمجوا مع اطفال، وايضا من خلينا نقول من الضفه المقابله او من الجهه المقابله لازم نعرف الاطفال اللي بده يفوت لعندهم هذا الطفل انه انتم بده يجيكم طفل عنده هي الظروف، عنده حتى ما يصير اي تاتش، او خلينا نقول حتى ما يصير في عنا اي رده فعل، لان نحن اي رده فعل ممكن يشوفها الطفل بهذا الوقت ممكن يعممها. صح تمام. كثير بيسالوني انه طيب اوكي الطفل فات مرحله الدمج، بيكون الهدف فقط انه يلعب مع هدول الاطفال؟ اكيد لا، لانه نحن بنعرف انه هذا الطفل بيكون مستجيب لامر لاوامر فرديه، بيكون عنده القدره انه يستجيب للاوامر الفرديه. نعم. فانا عن طريق هي الخطه او اللي هي خلينا نقول الخطوه العلاجيه اللي هي الدمج، لازم علمه يستجيب للاوامر الجماعيه. لازم يبلش يستجيب مثلا طلع دفترك، هو اوكي بيطلع دفتره، بس لما نقول طلعوا دفاتركم فممكن هو ما يقدر يستجيب للأمر الجماعي. فبتكون هي فعلا خطوة علاجية جدا مهمة، والتوقيت عنا بيكون أهم، لأنه لازم يكون بمرحلة قادر الطفل أنه ما يحس حاله هو أقل من غيره، وما يحس حاله أنه رجع فات بعالم هو ما بيشبهه. تمام. فهي هي الفكرة. اكيد ميسا مثل ما حكيتي نحن ما بيصير ندمج اكيد بطريقه عشوائيه. خلينا نحكي عن انواع الدمج. يعني بعد ما اهلنا الاطفال العاديين واهلنا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، اهلناهم تربويا ونفسيا، خلينا نحكي شو هي انواع الدمج برايك. هلا انواع الدمج نحن بنقول عنا الدمج مباشر ودمج غير مباشر، او بنقول عنه دمج مقنن. دمج مقنن يعني بنصير نحن مندخله ضمن الجو اللي هو بده اياه لفترات معينه بتكون مدروسه. يعني مثلا انا اليوم فوت الطفل لمده مثلا 5 دقائق، بكره لازم يكونوا 8 دقائق، اللي بعدها ممكن يكونوا 10 دقائق. يعني التدرج بهي العمليه. هذا اذا كان الطفل طبعا خلينا نقول من اطفال التوحد مثلا اللي تم علاجهم وصاروا بحاله طبيعيه تماما، بنبلش بهذا النوع. اما النوع الثاني اللي بنقول عنه هو النوع المباشر او الدمج المباشر، هو اللي بصير عن طريق انه انا ضمنت الطفل وصل لمرحله علاجيه توب، فانا فيني فوته بشكل مباشر، ولكن بده يكون في عندي ايضا تقنين بالظروف.
يعني اليوم بحطه مع 15 طفل، بكره بحطه مع 20 طفل، بعدها بحطه مع 25 طفل. كثير بشوف من الاهالي بشوفوا ابنهم صار عنده خلينا نقول خزينه اكاديميه، بشيلوا الطفل بحطوه بروضه او بحطوه بمدرسه. هي الخطوه انا بحسها كثير خطوه مستعجله، كثير لازم نكون حريصين فيها، لانه انا بحال شلت هذا الطفل خزينته الاكاديميه ما رح تنفعه، لانه هو ما قدر يوصفها بحياته ببيئته، ما قدر يدمجها مع عتباته الحسيه اللي لازم يتعود عليها. فكثير بحب نوه لشيء كثير خطر، انه ما لما يكون في عنا خزينه اكاديميه بالضروره نكون نحن تطورنا بما يكفي لنكون نحن فتنا بمرحله الدمج، اي مرحله كانت مقننه او غير مقننه، مباشره او غير مباشره. نعم. يعني ميسم، ايضا لكل قصه في سلبيات وفي ايجابيات، واحيانا نحن منوازن باي خطوه بنقوم فيها، هل سلبياتها اكثر او ايجابياتها اكثر، وبعدين بنبتدي باي عمل نحن بنقوم فيه. يمكن نحن وضع استراتيجيه معينه هي اللي بتخلي الايجابيات اكثر وبتحد من السلبيات. تفضلي خلينا نحكي. كثير انا بحب دقق على شيء، انه طفلي لما يتعالج مثل ما كان عندي خطوات علاجيه، مهما كان نوع الاضطراب الموجود عندي لازم يكون عندي خطوات دمج. الاستراتيجية أنا اللي ممكن أحكي عنها بقول إنه هي أول شيء إنه ما نحاول نستبق المراحل مثل ما ذكرتي، لا خليني فوت أنا مرحلة مرحلة، ما بصير يكون في عندي هذا الدمج اللي يشوش هذا الطفل. فالاستراتيجية نحن خلينا نقول إنه أول شيء بتتبع مراحل معينة، ثاني شيء بتتبع بيئات معينة. يعني نحن هلا بوقت الطفل ممكن انا كثير بشوف او بطور وجودي بمنطقه الجزيره، بوجه لهم كل التحيه، بلاحظ انه في عندنا لغتين، هي اللغه العربيه واللغه الكرديه. كثير من الاطفال بينظلموا كتقييم، يعني بينظلموا كتقييم لما بفوتوا مثلا لعند ميسم كاختصاصي، انا اوكي بحكيكم عربي، هنا يمكن ما يفهموا علي فانا بظلمهم بالتشخيص. صحيح. فعطول لازم نكون نحن قادرين. نفس الشيء حتى ضمن لغاتنا السورية، لسوريا كل الحب، كثير عنا لهجات مختلفة، كثير ممكن الطفل يكون في عنا مصطلحات شوي مستهجرة عنده. تماما، فممكن يصير عنا هاي المشكلة. كثير بدقق انه كاستراتيجية لازم كثير تندرس بيئة الطفل، كثير لازم يندرس وقت الطفل اللي هو بيقدر او قادر فيه انه يضل منتبه ويضل مركز معي، لانه كثير بلاحظ انه حتى الاطفال الطبيعيين ممكن انه مثلا يضلوا مركزين معي لمده 5 دقائق، طفل ثاني ممكن يركز لمده 10 دقائق. فما بالضروره، هي فروق فرديه بتكون بين الاطفال حتى كاطفال طبيعيين. كثير بدنا نكون واعيين انه نحن ما نحط قالب، لا يوجد طفل موجود في قالب باي مكان على الارض، كل طفل له قالبه الخاص، له خصائصه اللي بتميزه، له وقته اللي بيركز فيه. كثير بدي ايضا بالاستراتيجيه احكي عن شيء اسمه مزاجيه الطفل. كثير نحن بنوقع بخطا انه مثلا انا ممكن الغي دمج الطفل لانه انا فوتته اول مره على الصف وهو ضاج، فانا بتصل بالام وبقول لها انه انا اسفه ما فيني استقبل طفلك، ما اندمج مع الاطفال. الاندماج مو هيك، الاندماج قديش انا قادره اكسر جليد معه. خليني اقول انا كانسه لما فات على الصف كم مره سالته شو اسمك شو بتحب، ممكن يكون الرفيق اللي جنبه مثلا ما بيشبهه، بيضايقه نوعا ما. مو كل الاطفال ممكن تندمج من اول 5 دقائق بتفوت فيها على الصف. كثير لازم نعطي الوقت المناسب والوقت الصح ايضا. اكيد ميسم، هون حكيتي على دور المعلمين، حكيتي كمان على دور الاداره، خلينا نحكي على دور الاهل، على توعيه الاهل. انتم دوركم بالتعاون مع الاهل، كيف توعوا الاهل ليتعاملوا مع طبيعه ابنهم؟ شو كيف حتسلطوا الضوء؟ وامتى بتشجعوا الاهل على الدمج الاجتماعي لطفلهم؟ انه ما يتركوهم بس طبعا بالبيت، انه لازم يطلعوا ويندمجوا ويشاركوا بنشاطات مختلفه، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما، يمكن هذا اهم موضوع. كثير اهل بيقولوا انه انا ابني خلص علاج، شلته حطيته بالدمج، انا ما استفدت شيء، او ابني ما وصل للشيء اللي انا بدي اياه. بحب خبر اي ام او اي اب او اي ولي امر انه الشغله مو بهي البساطه. نحن الطفل بيقضي معنا
خلينا نقول 30% من وقته من نهاره، ففي عندي لسه انتم عندكم ال 80% هو عندكم بالبيت. انا بساله اول مره، بساله ثاني مره للطفل انه تعال نلعب بالحديقه. انا كأم يعني مثلا باخذ الطفل وباخده مشوار، كثير لازم دقق على موضوع انه انا بدي ضل عم حاول، بدي ضل عم بنزل معه حديقه، بدي يروح مدينه العاب، بدي ادمجه مع الاشخاص اللي بحبهم، ما بمجرد انه انا اخذته اول مره. نعم. صار تاتش معين او صار موقف معين بالحديقه، الناس طلعوا فيني انا احمل حالي وخلص صار الدور على المركز او على الشادو. طبعا. لا، لانه انت معرضه، انت معرضه انه تروحي اول مره وثاني مره على الحديقه او ابنك ما ينسجم مع الجو، فانت المساعد الاكبر لنا. كثير احيانا بيقولوا انه بينسجم مع الشادو، بينسجم مع المركز، ولكن في عنا صعوبه انه ينسجم مع الضيوف اللي بتجي على البيت. نعم. قد ما بكون انا عاطيته لطفلي هي الثقه بانك انت شو ما عملت حلو، قد ما بيكون الطفل قادر يعطي شيء حلو. كثير نحن بنلاحظ انه في اطفال بتكون بعمر كثير مبكر، هو عمر 3 سنين او 4 سنين، كثير طفل بيكون مثلا قادر عند يروح لعند الضيف يقول له انت لابس شيء حلو، بينما طفل ثاني ممكن يضل متحيز واذا ما سالته ما يجاوبني. فانا قديش بدي يكون عاطيته لهذا الطفل مساحه انه يعبر عن رايه. تمام. نفس الشيء الطفل، انا برجع بذكر تحت رساله على طول بحكي فيها هي ان التوحد ليس اعاقه. كثير بحب لكم انه طفل التوحد هو طفل طبيعي. اكيد. طفل الصعوبات هو طفل طبيعي، يمكن عنده مشكله بالاستجابه لاوامركم، بس اذا انتم علمتوه انه انتم عم تفهموه او انتم حسستوه انه انا عطيته هي المساحه حتى افهمك، فهو اكيد رح يعطي التعبير الحلو. فالاهل اكيد دورهم بدنا نقول هو 80% من عملنا نحن كاخصائيين. على طول بقول الام هي الاخصائيه الاهم. صحيح. بحياتنا. يمكن دائما نحن من خلال فقراتنا وحديثنا معك وخاصة بموضوع الأطفال يلي عندهم توحد، يلي بيمتلكوا ملكات يمكن العالم العاديين ما بتمتلكها، دائما لازم يكون في تنسيق بين الأهل وبين أي مركز. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا ميسم حصرية. بدنا هيك إن شاء الله يا رب نتمنى لكم التوفيق، وبدنا يكون عندنا مواضيع تانية يا رب. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم، وانا اكيد على طول مبسوطه بوجودي معكم. كل الخير والسلام. شكرا لك ميسم، شكرا لك كل المعلومات اللي حكيتي لنا اياها، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا.